أكدت البعثة الطبية في الأراضي المقدسة على جاهزية البعثة لتقديم الخدمات العلاجية والوقائية للحجاج المصريين بالمشاعر المقدسة، مشيرة إلى زيادة عدد الحجاج المترددين على العيادات إلى 16,500 حاج. وكما أكدت البعثة الطبية أن عدد المحتجزين بالمستشفيات السعودية بلغ 36 حالة، مشيرة إلى أن وضعهم الصحي مستقر وأنهم سيتمكنون من أداء فريضة الحج من خلال تفويجهم بالقوافل التي أعدتها السلطات السعودية. قبيل بدء المشاعر المقدسة، ضيوف الرحمن على أهبة الاستعداد لأداء الفريضة حج البيت، فالبعثة الطبية المصرية تواصل الليل بالنهار لتوفير الخدمات العلاجية والوقائية لهم لتأهيلهم بدنيا ونفسيا لتلك الرحلة التي طال انتظارها سائلين الله القبول. بكرة إن شاء الله ترويع، احنا دولنا كبعثة طبية ان احنا نبتدي نؤهل الحجاج كلهم، منهم اللي بناء على التوعية اللي هم السلام اللي ما كانوش بيشتكوا اللي مش مرضى اصلا، المجموعة التانية المجموعة اللي اوريدي كان عندهم جم كشفوا، ودول احنا حاليا وصلنا 16,000، وده رقم يعني مش قليل، وبيتم توعيتهم بناء على الشكوى بتاعتهم، منهم مثلا اللي عنده سكر من وعيه للتحضير للمجهود اللي هيعمله في الحج، اللي يشرب المية كتير، يعمل حسابه ان هو بيتحرك، الشمسيه، الكريمات، وهكذا للتحضير للحج باذن الله. منهم المرضى اللي موجودين مقيمين في المستشفيات، في منهم اللي بنحضرهم مع التعاون مع الهلال السعودي لحضور الحج. معظم الحالات التي استقبلتها البعثه الطبيه تعاني من اجهاد ونزلات برد، وتم التعامل معها بشكل يتوافق مع طبيعه هذا الحدث. بس طبيعي موفرة أدوية البرد ومضادات حيوية ومخافض حرارة، بناخد بالنا تماما من المريض من أول يوم حسب الحالة، بنوصف له العلاج، بيمشي عليه وبيتابع معنا إن شاء الله يوميا لغاية ما يتحسن وبقى كويس. مساج والموف والمسكن وبسط العضلات، كل حاجة موجودة، ومضادات الحيوية كلها موجودة وكله مصروف إن شاء الله. كما حرص فريق الطب الوقائي على عمل ندوات توعوية للحجاج المصريين أينما كانوا، سواء في دور العبادة أو المطاعم أو تجمعاتهم بمقر إقامتهم. في النهاردة ندوة توعية من فريق الوقاية للصحة العامة السعودي بالاشتراك مع الفريق الوقائي المصري، وعملوا توعية للحجاج، وهو الفريق السعودي أبدأ إعجابه بالمنظومة الصحية المصرية اللي بتهتم بالحاج بمجرد خروجه من مصر قبل سفره لحد وصوله لأرض الوطن تاني، عودته بعد أدائه الشعائر المقدسة. ضيوف الرحمن أثنوا على البعثة الطبية لما تقدمه من خدمات علاجية ووقائية على مدار الساعة. فريق طبي ما شاء الله كفاءات على أعلى مستوى من الاهتمام والرعاية وحسن اللقاء، فبنشكر جهد البعثة الطبية المصرية هنا. ادتنا نصائح مهمة جدا ان احنا نتجنب الشمس، ناخد بالنا من اللي عنده مثلا السكري ياخد باله من اقدامه. وهنا المعاملة جميلة جدا بصراحة من ساعة ما جينا، وهم يعني قايمين باكمل وجه، ما فيش اي تأثير في اي حاجة خالص. عينيا كانت بتحرقني واحتقان في الانف، وجيت وكشفت الحمد لله ودنا العلاج كويس. خدمة عالية جدا، خدمة يعني الناس محترمة جدا، الدكاترة اعطوني مرهم وعطتني حتى غسول للعين، وما شاء الله بعثة كويسة خالص وجايمين بأكمل وجه، وديتني حاجات زيادة أنا ما كنتش طالباها، يعني ديتني قطرة عشان في عرفات، وديتني كريم عشان آلام العظام. ساعة قليلة ويبدأ ماراثون الرحلة المقدسة، فالبعثة الطبية المصرية في صراع مع الزمن لتوفير الأجواء الروحانية لضيوف الرحمن لأداء الفريضة في طمأنينة ويسر. محمد حلمي، التلفزيون المصري.